هاي الحالة الثالثة، حالة ثالثة اللي وضع كورونا وعرض عنكم. شوفوا هذا اللي يحكي ابو يحكي على ابو الكاظمية ما اعرف منو. هاي الحالة الثالثة. هجم رفستك على مدير هجوني في التفتيش هذا شوي. وخر وخر صون صون قام يبكي طبعا هاي هيئة الحشد الشعبي ذولا موجودين موجودين الحشد الشعبي. وهاي ثلاث حالات كورونا في مستشفى شهيد صدر العام. يلا واكو بعض الناس يقول لك هاي كلها كذب سياسه. وين السياسه؟ وين سياستكم؟ يلا لا اله الا الله. ثلاثه في اسعاف وحده. بس لحظه يابا بس لحظه بس انا بفضل